مرة أخرى تطفو على سطح الأحداث اليمنية النشاطات الانفصالية لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الإمارات. افتتح في عدن اجتماع تأسيسي لما أطلق عليه الجمعية الوطنية لهذا المجلس، وصفت بأنها أول برلمان جنوبي منذ عام 1990، وتضم 303 أعضاء ذكر أنهم يمثلون مختلف المحافظات الجنوبية. وعين اللواء أحمد سعيد بن بريك رئيسا للجمعية. هي خطوة أخرى في طريق الانفصال، بل اعتبر رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي أن قيام دولة الجنوب المستقلة على حدود ما قبل مايو عام 1990 ينسجم مع موقف الدول الخليجية وقرارها في يونيو عام 94 بأن الوحدة اليمنية لا يمكن أن تستمر إلا بالتراضي. الثابت أن انفصال جنوب اليمن يتعارض تماما مع الموقف السعودي المعلن وتحالف دعم الشرعية اليمنية الذي تقوده، لكنه يحظى بدعم من الإمارات الشريكة في التحالف التي اتضح وفق مؤشرات كثيرة أنها تنتهج استراتيجياتها الخاصة في اليمن. وذكر أخيرا أن الميليشيات التي يطلق عليها اسم قوات الحزم الأمني والمدعومة من القوات الإماراتية المرابطة في مداخل عدن الرئيسية ظلت تمنع لأيام متتالية مواطنين شماليين وأسرهم من الدخول إلى عدن، وشهد عشرات من هؤلاء يفترشون الطرقات عند مداخل المدينة. ظل المجلس الانتقالي الجنوبي منذ تأسيسه في مايو الماضي يصعد أنشطته الداعية إلى التمرد على شرعية الرئيس عبد الرب منصور هادي، وفي سبيل ذلك زار رئيسه محافظات جنوبية عدة. ومع تعقيدات الأحداث يتضح أن هناك في اليمن الآن 3 كتل رئيسية على الأقل، الحوثيون من جهة والحكومة الشرعية التي تدعمها السعودية والتحالف من جهة، والانفصاليون المدعومون من الإمارات الشريكة في التحالف من جهة ثالثة. الأمر الذي يجعل السؤال عن الاتجاه الذي تسير إليه اليمن ملحا أكثر من أي وقت مضى.